من بيت الأحرار مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحما دمت منتدى وحما عشت في الأوطان لك لولا علوان ذكرى كل لسان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتى هب نداء في فمي وفي دمي كترتر ونار إخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين عبد الوافي التونسي من مدينة فاس وطني غيور على الوطن من طلجة إلى القويرة وتحت شعار الله الوطن والملك وهذه فلسفتي وانتهى الكلام. بالنسبة للموضوع الذي أثار الجدل على الصعيد العالمي والوطني نندد ونستنكر من عسكرة الجزائر المحكومة من طرف آخر لا داعي لذكره. الآن أقول لكم أيها عسكرة الجزائر لماذا لا تتكلمون عن إنجازات صاحب الجلالة وتتكلمون عن الترهات؟ الحمد لله لنا ملك لأن الملوك الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء. الحمد لله لنا ملك وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم لكن أنتم لكم رؤساء تعينون فيما بينهم وتحية للشعب الجزائري الذي تضامن مع صاحب الجلالة من هذه المنبر. أقول لكم يا عسكرة الجزائر نلاطم أمواج البحر نعوم فهيتها الريح توري كموج فإن المغاربة وملكهم صخور لا تريم. أكرر كلامي تحت شعار الله الوطن الملك وسنبقى فداء لروح الوطنية وللملكية. خير دليل سأقول لكم وأذكركم بالتاريخ لسنة 1963 وأفتخر بأبي ضحى من أجل الوطن في حرب الرمال في 63 وبدون مقابل دليل على أن البيعة في عنقنا وستبقى البيعة للدولة العلوية مدى الحياة. أنا لا أنكر تاريخنا مع إعانتنا لكم في عدة قضايا مع ذلك أنكم تمكرون والله خير الماكرين وشكرا والله سبحانه وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا والله هو الذي ينصر الملك والشعب المغرب وخير دليل يا عسكرة الجزائر خير دليل. الحمد لله المنجزات ديال صاحب الجلالة في إطار الصناعة وفي إطار الفلاحة المشروع الفلاحي المشروع الصناعي الحمد لله بقينا كنصوبوا الكيران كنصوبوا كلش والحمد لله كوفيد راكم شتوا كلشي على عينيكم تضامنا مع الأفارقة خوتنا تحية للأفارقة من هذا المنبر اللي كيحييوا صاحب الجلالة وشكرا لا أطيل عليكم. جواد الجناتي الإدريسي حديث ديال السوق كنستنكر بشدة هاد التصريحات ديال بعض القنوات الصرف الصحي اللي كيترأسها النظام الجزائري. علاش؟ لان خرجوا كيهينوا واحد القائد العظيم ديالنا وهو صاحب الجلاله محمد السادس حفظه الله. لان ملي كنقولوا حنا كمغاربه الله الوطن الملك هذا الكلام ما كيجيناش من الفراغ. علاش الاخوان؟ لان هذا الكلام تعلمناه من كتاب الله وسنه رسول الله لان رب العالمين قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث المشهور من أطاع الله فقد أطاعني ومن عصى الله فقد عصاني ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. الله الله في طاعة رسول الله. ومن هذا المنبر كنقول الإخوان ديالنا المغاربة التفتوا وراء القيادة العليا ديال صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله وما يتصيدوش في المياه العكرة اللي بعد الأسف أن العسكر ديال الجزائر اللي كينشر واحد الإهانات لصاحب السمو الأمير محمد السادس حفظه الله. وحنا هذا الشيء كنستنكروه بشدة. علاش الإخوة؟ ومن هذا المنبر كنقول للشعب الجزائري كنشكروك على الغيرة ديالك وعلى الحق ديالك لأن كينظر بالعيون ديالو أن المغرب الآن كيتقدم للأمام وللأسف
ان بعض العسكريين ديال النظام الجزائري مازالين كيدوروا في الحلقه الدائره ديالهم، ولهذا كنشكر الجزائر الشعب الجزائري اللي كيقولوا ديما خوا خوا، وحنا ما عندناش الاختلاف مع الشعب الجزائري العظيم والشقيق، الا بعض الناس كيبغيو يخلقوا النعارات وكيبغيو يخلقوا القلاقل والبلابيل وينشروا الفتن ما بين الشعوب، وخلينا لهم الله عز وجل. والسلام عليكم وتبارك الله عليكم. يعقوب ناجية، فاعلة جمعوية تجيرة في المبادرة الوطنية. من هذا المنبر هذا تنوجه بعد التحية وأغلى تحية لمليكنا محمد السادس نصره الله، وحنا دائما جنود مجندين وراءك يا صاحب الجلالة. حنا تنقولوا الله لا يخطي علينا مليكنا، حنا تناكلوا من بلاد الطعم المغرب، حنا شربنا من الماء المغرب، وعايشين في التراب المغرب، وحنا مغاربة. حنا ما تنبغيوش اللي يهيننا مليكنا، ما تنبغيوش اللي يجبد لنا مليكنا، حنا دائما وراءك السدة العالية بالله. حنا يا الملك ديالنا ما تيخليش الشعب ديالو، حنا دائما واقفين معاه ودائما ملبي النداء ديالنا. حنا انا من هذا المنبر هذا تنقول نحمد الله ونشكروه، اعطانا ربي احسن ملك، وتنقول الاخوه الجزائريين اللي انضموا معانا تنشكروهم. وانما لهذا العسكر ديالهم راكم ما تقدوش على المغاربه، المغاربه مع المغاربه متشبتين بعضياتهم، حنا متشبتين بمليكنا ومتشبتين بالشعبيه ديالنا وما فخورين بالمغربيه ديالنا. وعاش الملك، وحنا دائما وراءك يا محمد السادس. عاش محمد السادس، الله يخليك لينا والله يشافيك. المخفي سعيد من فاس. بسم الله الرحمن الرحيم. ملي كنتكلموا على الامر كاين المامور وكاين الامر. الاسلام هو اللي وضع هاد القوانين، الاسلام اللي هو كان الحضاره ديالو هي الحضاره الاولى، الحضاره الفلسفه الاسلاميه. الفلسفه الاسلاميه سبقت الفلسفه الصليبيه ولا الصربيه ولا الكاثوليكيه. الفلسفة الإسلامية هي الفلسفة الحقيقية. والمغرب تبارك الله، المغرب الأقصى اللي كان مغرب عربي وكان تفريقة بعد ما الله سبحانه وتعالى حذر من التفريقة، وكان تفريقة وكان المغرب كيعيش صحوة إسلامية بين الجحود والتطرف. كان المغرب بعيد عن التنطع. في عهد الحسن الثاني المرحوم رحمه الله كان في المغرب 72,000 72,000 مسجد كتقام فيها صلاة الجمعة، أما الآن فما يعادل ذلك. لهذا كنطلبوا مع هاد الناس اللي هما كيدعيوا العرب والإسلام أن المغرب كيعيش صحوة إسلامية بعيدة عن الجحود والتطرف، وكيعرف ما هو الأمر وما هو المأمور. بهذا كنزيدوا الأمام وكيكون العمل العمل الصحيح بالنسبة للإنجازات. أما المعيار وهذه من اجل حاجه سلبيه ما عندنا ما نديروا بها. اصدقائنا الجزائر، اذا كنتم جاهلين فالجهل حنا غنعرضوا عنه، سوف نعرض عنكم، ولقد سبق ان اعرض عنكم العاهل المغربي الحسن الثاني، واعرض عنكم محمد السادس. ولماذا؟ لماذا هذا التطفل؟ لماذا هذا التنطع؟ لماذا الانسان لا يستوي؟ نحن مسلمون مغاربة أحرار ونعيش تحت الأمر وتحت الأمر وتحت الأمر، ولنا مأمور. ولهذا نحن مغاربة مسلمين نعيش الصحوة الإسلامية الحقيقية، لا فولسيفيكاسيون دو لا سيفيليزاسيون إسلامي. وشكرا. وهي خطوة جديدة بإذن الله إن شاء الله بحول الله وراء القيادة الجليلة لصاحب الجلالة. نحن وراءك يا صاحب الجلالة، كيفما كان الأمر لن نتخلى عنك ولن نتخلى عن صحرائنا وعن وطننا حتى لو كانت حصية صغيرة. أولا كنقدم الشكر للإعلام العالمي النزيه من هذا المنبر هذا، وكنقدم للإخوان ديال الباعة اللي كيتواجدوا داخل سوق الإخلاص بنيابة عن السيد الرئيس اللي هو العارف محمد، مشكورين للإخوان ديال سوق الإخلاص، الباعة ديال السمك وديال المبادرة التنمية ديال صاحب الجلالة اللي فيه الإخوان الباعة ديال الملابس، فهم مشكورين على الدعم ديالهم والتضامن ديالهم وعلى وطنيتهم. وشكرا للصحافه النزيهه، تبارك الله عليكم. السلام عليكم. وشعارنا الخالد، الله الوطن الملك. وعاش الملك.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.